السلام عليكم، انا دكتور لاشين سعد، برحب بحضراتكم في لقاء جديد من طبيبك الخاص. النهارده هكلم حضراتكم عن الكمامة الطبية. بعد الزيادة الكبيرة في الحالات في مصر، اصبح من الضروري جدا، اصبح كمان اجباري، ارتداء الكمامة الطبية في الاماكن العامة. لما الجميع بيرتدي الكمامة الطبية، فرصة العدوى تبقى ضعيفة جدا، ودي تقريبا اسهل الطرق في السيطرة على الفيروس. هتكلم حضراتكم النهاردة عن نقطتين مهمين جدا في الكمامة الطبية. اول حاجة، ازاي بنرتدي الكمامة الطبية بالشكل السليم وازاي بنتخلص منها. رقم 2، ازاي تفرق الكمامة الطبية السليمة المطابقة للمواصفات اللي ممكن تحمينا من الكمامات الكتيرة المغشوشة اللي احنا بنشوفها في الاسواق حاليا. في الاول، ازاي نرتدي الكمامة الطبية. في الاول خالص، قبل ما اتعامل مع الكمامة، مفترض ان انا بحافظ على نظافة الايدين، بعقم او بطهر الايدين بالكحول او بالمية والصابون قبل ما اتعامل مع الكمامة الطبية. بعد كده بنبدأ ناخد الكمامة، والطبيعي ان احنا بنفترض ان احنا نلمسها من الطرف من الاستك زي ما احنا شايفين. الكمامات كلها بيبقى فيها الجزء اللي فوق ده بيبقى فيه دعامة، لازم الجزء ده اللي فيه دعامة هو ده اللي يبقى فوق، وبعد كده بنلبسها زي ما احنا شايفين. بعد كده الجزء اللي فيه دعامة ده بنظبطه على الانف، نضغط عليه بحيث ان هو ياخد شكل الانف ويقلل دخول الهواء من فوق، وبعد كده نسحب الكمامة لتحت بحيث انها تغطي منطقة الدقن. كده احنا لابسين الكمامة بالشكل الصحيح. يراعى ان احنا بقدر الامكان ما نلمسش الكمامة من قدام، لان من المفترض انها بتبقى ملوثة بالفيروسات، فانا لو لمستها وبعد كده لمست الجلد او غيره، طبعا ده ممكن يزود فرصة العدوى. بنتخلص من الكمامة بعد انتهاء مهمتها، او اذا حصل لها تبلل او بلل بنسبة كبيرة. لما نيجي نتخلص منها، لازم نراعي ان احنا ما نلمسش الجزء الامامي من الكمامة، لان زي ما قلنا مفترض ان هو يكون ملوث. بنشيلها زي ما احنا شايفين كده من الجزء اللي عند الايه، عند الاذنين، وبعد كده بيتم التخلص منها. هنتكلم دلوقتي عن تفاصيل اخرى، ازاي تعرف الكمامة الاصلية من الكمامة المغشوشة، بس بعد ما حضراتكم تدعمونا بالشير والاشتراك في القناة. عملت جولة لمعظم الاماكن اللي بتوزع وتبيع الكمامات، وحاولت اجيب معظم الانواع المتاحة. طبعا افضل الانواع على الاطلاق الكمامة اللي بنسميها N95، لكن نوع ده من الكمامات اصبح شبه انه مختفي من السوق المصري حاليا، وهو الافضل على الاطلاق ولكنه غالبا غير متاح. لكن احنا ممكن نستخدم الكمامات الجراحية العادية اللي هي تقريبا بتأدي نفس الغرض وبتكلفة اقل. زي ما قلت لحضراتكم، انا جمعت عدد كبير من الكمامات المتاحة، المفترض ان بعضها مطابق للمواصفات وبعضها غير مطابق للمواصفات. انت بتشتري كمامة طبية، يا ترى تعرف يا ترى الكمامة دي سليمة وهتحميك، ولا يا ترى هي عبارة عن حتة قماش ما بتفيدش في اي شيء؟ يا ترى نعرف ده ازاي؟ الفكرة الاساسية فكرة بسيطة جدا، من المفترض ان الكمامة الطبية تمنع خروج الهواء، لانها لو بتسمح بخروج الهواء هيخرج الهواء ومعاه القطيرات اللي بتشيل الفيروس، وزي ما بتسمح بخروج القطيرات هتسمح بدخول القطيرات، وبالتالي الكمامة المطابقة للمواصفات انها المفروض انها تمنع خروج الهواء. الفكرة بتاعتنا في اختبار الكمامة فكرة بسيطة جدا، هلبس الكمامة الطبية بالشكل اللي تعلمناه من شوية، وبعد كده هنفخ فيها واتأكد يا ترى بتطلع هواء ولا لا. ممكن نعرف الهواء بيخرج ولا لا بطرق كتيرة، ابسطها ان احنا نستخدم عود كبريت او الولاعة العادية، نجرب ونشوف. ده نوع اول من الكمامات، نختبره كده ونشوف. بنلبس الكمامة بالطريقة اللي احنا اتفقنا عليها، تمام، وبعد كده بنبدأ نجرب يا ترى هي كفاءة ولا مش كفاءة، أصلية ولا مغشوشة، المفترض إنها ما تطلعش الهواء. نجرب ونشوف، ننفخ فيها ونشوف. طبعا نفخة بسيطة جدا زي ما حضراتكم شفتم، اتطفت الولاعة، معنى كده إن الهواء بيخرج بحرية، وزي ما الهواء بيخرج القطيرات بتخرج وممكن كمان تدخل، وبالتالي هذا النوع نوع رديء جدا، بالرغم إن هو بيتباع وبنشتريه ونبقى لابسينه فاكرين هو بيحمينا، وده ما بيأديش أي دور من أدوار الحماية. نجرب نوع تاني ان شاء الله ربنا يكرم ويبقى كويس، تمام. ده برضو كمامة من مصدر تاني، نجربها ونشوف ان شاء الله تبقى كويسة. نجرب، ما شاء الله ما شاء الله، زيها زي اللي قبلها، طبعا برضو نوع مغشوش، لا يسمن ولا يغني من جوه. نشوف انواع تانية، اعتقد دي تبقى كويسة. نجرب، مش هلبسها بالكامل طبعا، مفيش وقت، تمام، نختصر وقتنا، ننفخ ونشوف.
ما شاء الله زيها زي اللي قبلها، حاجه جميله جدا. ده بيوضح لك ان دي اعداد كبيره، والحاجات دي طبعا ناس بتلبسها وبتدفع فيها فلوس وتبقى متخيله انها بتحمي، هي ما بتحميش ابدا من الفيروس، انت لابس كمامه وفي الواقع انت مش لابس اي حاجه. نجرب النوع ده برضو، طبعا زيه زي اللي قبله. في انواع تانية نبص على النوع ده، اتوقع ان يبقى نوع احسن شويه افضل شويه. تمام، نلمسها بالشكل السليم. طبعا الفرق واضح جدا، النوع ده بنفخ مره واثنين وثلاثه وبرده الهواء ما بيخرجش. دي كمامه نقدر نقول انها متطابقه للمواصفات بدرجه كبيره، دي كمامه تلبسها وانت مطمن. نوع اخير من الكمامات برضو نلبس ونشوف وننفخ زي ما حضراتكم شايفين، برضو نوع جيد جدا، انا نفخت بدل مرة اتنين وتلاتة ومفيش اي تأثير، ده معناه ان النوع ده نوع جيد. اذا ابسط الطرق هي انك بتستخدم الولاعة او عود الكبريت وتنفخ وتشوف يا ترى الهواء بيخرج ولا لا، وده ابسط الطرق على الاطلاق. في عندنا طرق تانية من خلالها نتأكد من سلامة ومطابقة الكمامة الطبية للمواصفات، وإن كانت أصعب شوية من الطرق السهلة اللي احنا قلناها. من ضمن الطرق ديت هي إنك تتأكد من عدد الطبقات اللي موجودة في الكمامة. الكمامة الطبية المطابقة للمواصفات بيبقى فيها ثلاث طبقات. نبص كده، ده نوع من الأنواع اللي احنا شفناها من شوية، نجرب كده ونشوف عدد الطبقات اللي موجودة فيه. هقصها كده وأشوف. بص حضراتكم، فصلنا طبعا هما طبقتين اتنين، طبعا دي كمامه سيئه جدا رديئه جدا، بالاضافه انها بتعدي الهواء كمان هي بتتكون من طبقتين، يعني ده غش تجاري حاجه رهيبه جدا. ده نوع تاني من الكمامات برضو، نشوف كده برضو، ده اللي كان من شويه بيعدي الهواء وكان بتطفي بيطفي الولاعه، نور ولاعه بسهوله جدا. نشوف يا ترى بتتكون من كام طبقه؟ بتتكون من زي ما حضراتكم شايفين طبقتين. فالطبيعي ان في عندنا ثلاث طبقات، بس مع ملاحظه ان مش لازم مش ثلاث طبقات يبقى مطابقه تماما، بس على الاقل يبقى فيها ثلاث طبقات. نشوف النوع الثاني ده، كان النوع ده على ما اتذكر ما كانش بيعدي الهواء. نقص كده ونشوف، نشوف فيه كام طبقه. دي طبقه، تمام، دي طبقه ثانيه، دي طبقة ثالثة. تمام، واضح جدا لحضراتكم ان هي بتتكون من ثلاث طبقات، وفعلا دي كانت بتحجب الهواء. وبالتالي من الطرق الكويسة جدا انك تعرف او تشوف عدد الطبقات، مش لازم بالضرورة انك تقصها، لكن ممكن بايدك كده تحاول تتحسس وتأكد انها بتتكون من ثلاث طبقات. في عندنا طرق تانية برضو للتأكد من سلامة ومطابقة الكمامة الطبية للمواصفات، منها انك تحط جواها مية، لو عدت المية تبقى غير مطابقة، لو حجبت المية تبقى مطابقة. برضو من الطرق السهلة نسبيا هي انك تستخدم بخاخة السبراي وتشوف يا ترى الكمامة هتعدي السبراي ولا لا. نبص كده، ده السبراي اللي هو الكحول، دي طبعا كانت غير مطابقة للمواصفات زي ما حضراتكم شايفين بتعدي الكحول، وطبعا هي نفسها اللي كانت بتعدي الهواء، وهي نفسها اللي بتتكون من طبقتين. لو بصينا برضو لنوع تاني، تمام، النوع ده نشوف، اعتقد بتطلع واضح قوي، واضح ان هو بيطلع، يمكن الصورة مش واضحة قوي لكن انا عن قرب شايف انها بتطلع السبراي. النوع ده اللي كان بيمنع، النوع ده اللي كان بيمنع مرور الهواء، واللي بيتكون من ثلاث طبقات. لو احنا ضخينا السبراي كده اعتقد طبعا مفيش اي مرور للسبراي من خلال الكمامة الطبية. اتكلمنا كده عن اربع طرق لفحص الكمامة الطبية. لمزيد من الامان، لو بعضنا رايح اماكن فرصة العدوى فيها كبيرة وحاسس ان الكمامة الطبية مش هتحميه بالشكل الملائم، ممكن نستخدم الجزء ده اللي بنسميه فيس شيلد. فيس شيلد اللي هو واقي الوجه، وهو عبارة عن زي ما احنا شايفين قطعة من البلاستيك الشفاف اللي احنا بنقدر نشوف من خلالها. لما بنستخدمه مع الكمامة الطبية بتبقى فرصة الحماية عالية
جدا. في النهاية بتمنى أكون قدمت لحضراتكم شيء مفيد. ما تنسوناش بالشير والاشتراك في القناة. كل سنة وحضراتكم طيبين، وإلى لقاء.